إذا هي مجموعة من القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس السيسي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام واجراءات الحكومه لضبط اسعار السلع والخدمات بالاسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. ذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه الحكومه ببذل اقصى الجهد لتخفيف الاعباء المعيشيه عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء اكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصاديه الخارجيه وتاثيراتها الداخليه. مؤكدا متابعته المستمره والدقيقه لاحوال المواطنين وحرص الدوله على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه. وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ اكبر حزمه اجتماعيه عاجله للحمايه الاجتماعيه بقيمه 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من الاول من الشهر المقبل مارس 2024. بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 ألف إلى 1200 ألف جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة. وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة. ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه. وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية. للاطباء والتمريض والمعلمين واعضاء هيئه التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لاقرار زياده اضافيه في اجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيه الى 475 جنيه، و 1.6 مليار جنيه لاقرار زياده اضافيه لاعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثيه. وأربعة ونصف مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة، في العام المالي 2024-2025. تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.